السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الأخوات تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. اليوم غنوجد معكم طاجين بالكورجيت، خضر بالكورجيت وبالزيتون أحمر. إليكم المقادير: عندنا واحد الكمية ديال البصل، درت أنا جوج بصلات خضاريات، معكم شوية الربيع والمعدنوس والقزبر مقطعين مع الثوم، جوج ريوس ديال الثوم، كاين فلفلة حمراء، كاين الزيتون أحمر مع واحد الطرف ديال الحامض مصيب، كاين مطيشه مسلوقه ومطحونه باش كتجي المرقه عاقده، عندنا كميه من اللحم، عندنا زيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل كتشوفوا عندنا الكركم خرق ومعرق، شويه من توابل اللحم لان كتضيف واحد البنه، وعندنا الزنجبيل او سكينجبير، الابزار، قرفه، ومن طبيعه الحال الملح. الملح كتبقى على حسب الريجيم، كاين اللي كيبغيها قليله كاين اللي بغيها على حسب. يعني الزيتون راه مفيد بالنسبه للجلد، وانا بالنسبه للبشره كيأخر الشيخوخه، مزيان الجهاز الهضمي، يعني فيه فوائد كثيره لا تعد ولا تحصى، مزيان الشعر. دابا غنبداو على بركه الله. دائما ملي كنديروا الكورجيت نخليوه الصين اللي غنصبوا في الطاجين كنقسموه غير من هنا باش كيدخل فيه الطغميره، حيت هو صغير دغيا كيطيب باش يبقى شاد قابط الفورمه ديالو. قطعته قطعته، كتغسلوه مزيان حيت كيكون عالق فيه التراب، دير واحد الشيفونه، غسلوه مزيان ومسحوه بشيفونه. بعد ما قطعنا نتاكدوا واش قطعناهم كلهم. صافي دابا ندوزو ان شاء الله غنديرو البصل. قرب لكم هاد البول باش تابعوا معايا مزيان. نضيفوا البصل، انا كيعجبني البصل نديرو بكثره لانه صحي وكيعقد المرقه كتجي عاقده. نضيفوا واحد الكميه ديال القزبر والمعدنوس والثوم، نضيف التوابل، الزيتون حتى الزيت الزيتون حتى الاخير، حتى الشر من هذه الخضره. هذا هو السر باش كيجي الطاجين لذيذ، ماشي كديروا العطريه من الفوق، وانما انا غادي تتابعوا معايا. اللي بقى غادي نرقدو فيه اللحم. غادي نجيب الطاجين، الطاجين كيبقى كبير وصغير على حسب افراد العائله.
نحطوا فيه نكتبوا فيه الحل. ديروا هاد البصيلة من الفوق. نكتبوا الكورجي. انا عندي طاجين صغير بالنسبه لكم نتوما ديروا طاجين كبير. من بعد نعيد نصبوا لاصوص من الفوق. نضيفوا الزيت. غطيو عليه دابا ونديرو فوق النار يطيب. هانتوما من بعد ما طاب الطاجين شوفوا الشكل النهائي. صدقوني راه كيجي بنين. المرقة كتجي عاقدة. زينتو بهذيك الفلفله السودانيه اللي كتفتح الشهيه. رافقتو بسلطه البطاطس. ضفت لها شويه البصل والربيع وضفت ليهم شويه زيت زيتون الابزار خل نص ملعقه عصير حامض او ليمون ولا سلطه ماروكان سلطه مغربيه. درت ليها اليوم حذفت البصله في البطاطس غيرت درت هنا الفلفله وطبيعه الحال خبز ديال الدار. بصحتكم نتمنى نكون فتحت لكم الشهيه وتجربوا هذا الطاجين راه كيجي هائل ناجح 100%. نتمنى لكم شهيه طيبه. تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس وما تنساوش تدخلوا الانستغرام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا دائما الصلاة على النبي.